وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصرية قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قال إن جلسة اليوم تعد كشف حساب لعام ونصف من الحوار. هذا وأضاف الكشكي أن الجلسة وضعت تصورا لبلورة وصياغة جلسات الأسبوع السادس من الحوار الوطني. جلسة مجلس الأمناء النهاردة كانت مهمة جدا لعدة أسباب، أنها يعني بتعمل كشف حساب لعام ونصف المرحلة الأولى من الحوار الوطني، أيضا وضعت تصور للجان المتخصصة في الأيام القليلة المقبلة لاستكمال بلورة وكتابة وصياغة التوصيات للجلسات الأسبوع السادس، الجلسات العامة الأسبوع السادس كما تابعنا. وأيضا يعني كان يناقش كيفية المشاركة وكيفية متابعة الانتخابات الرئاسية، خاصة أنه هذا الاستحقاق سيكون الحدث الأبرز خلال الفترة المقبلة، وبما أن الحوار الوطني يعني يضم نخبة من القوى السياسية وكل الأحزاب والتيارات الوطنية، فبالتالي هو جزء أصيل من متابعة المشاهد السياسية بشكل عام، وفي القلب منها الانتخابات الرئاسية.